بممارسة نشاط بيع الشاي تحت هؤلاء الشباب البطالة، أين أنشأوا لأنفسهم أكشاك وطاولات لبيع الشاي والمكسرات وبعض الوجبات الخفيفة. بيع الحوايج خفاف برك، لاتاي والبيض وشوية محاج وشوية شفنج وشوية خلاص، هذا ما كان. الطابلة هذه تاع لاتاي نحط هنايا كل عشية، نطيبوا لاتاي قدام الناس، يعني رزق نسترزقوا، معتمدين على انفسنا خير من اللي واحد راهو مريح. الحمد لله يجوني لك ليولة هنايا، يجوني اللي يجي يشري نهار يعجبوا لاتاي، نهار يجي عنده ضياف يجي يدي لاتاي. كان لاتاي، كان عندي الكبدة وعندي الاخر كما راك تشوف على عينك، حاجة بسيطة زعما استرزق بها الواحد ويرد بها شوية الواحد على روحه، هذه هي المعيشة تاعنا. نشاط بسيط جذب محبي الشاي والمكسرات، أين أضحى هذا الأخير ينافس الخدمات المقدمة بالمقاهي. نفرحوا كي نشوفوا الناس هادو يعني نشربوا لاتاي مليح، ناكلوا كاوكاو وناكلوا المحاجب، الحمد لله رب العالمين. هذا شيء جميل ومبادره جميله، الناس بالطاله ما يعتمدوش دائما على الدوله، يحاولوا يخلقوا مناصب شغل، وهذا يخف عبء العبء على ايجاد مناصب لهذه الفئه. عمل أراد من خلاله أصحابه خلق مصدر قوت لهم لإعالة عائلاتهم، ومن على قارعة الطرقات بمدينة إليزي حاربوا البطالة بنشاطهم البسيط.